السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي افضل حال. دي تاني محاضره في كورس الطريقه السهله للاقلاع عن التدخين، وزي ما اتفقنا لازم نمشي بالترتيب في الكورس ده، عشان انا ببساطه بعرض لك الكورس ده من عيادات كان الين كار اللي الف كتاب الطريقه السهله للاقلاع عن التدخين بيستخدمها مع اللي بيزوروا العياده عشان طبعا يبطل تدخين، وكان بيضمن لهم انه في نهايه الكورس لو ما بطلوش تدخين يرجع لهم كل الفلوس اللي دفعوها. العجيب والرائع انه نسبة نجاح الكورس ده كانت بتنجح اكتر من 95%، والكتاب حقق اعلى مبيعات في وقت اصداره. المرة دي الكورس بين ايديك على شكل فيديوهات انا بعملها لك، مش بس من غير ما تروح عيادة او مشاوير، لا ببلاش كمان. ولو انت بتشوف الفيديو من واي فاي كده انت الكورس ده هدية من ربنا ليك، وهو فعلا كده صدقني، لانه اكيد هخليك تبطل تدخين للأبد بإذن الله لو تابعت الكورس ده للنهاية. المهم عشان ما اطولش نكمل الكورس مع بعض. في المحاضرة دي هنجاوب على أسئلة مهمة جدا، وهي: 1. ليه صعب نبطل تدخين؟ 2. هل التدخين مصيدة؟ 3. ليه بنستمر في التدخين من الأساس؟ 4. هل التدخين إدمان؟ 5. والأخير: هل التدخين ليه علاقة بغسيل المخ أو العقل الباطن؟ تمام، نبدأ بالسؤال الأول: ليه صعب نبطل تدخين؟ مين فينا كمدخن محاولش يبطل تدخين؟ أنا شخصيا لما كنت بدخن حاولت كتير، فكان شغلني قوي أعرف إجابة السؤال ده، ولما عرفت جوابه كان الموضوع شبه السحر في إنه ساهم بنسبة كبيرة جدا في تبطيلي. قبل ما أعرف الإجابة كان موضوع التبطيل عبارة عن أسبوع أو أسبوعين كآبة سودة وتوتر، ولو عدى عليا يوم حلو وانا بحاول ابطل الايام اللي بعديها ترجع كآبة برضه. الموضوع كان شبه اني بطلع من حفرة وبحفر فيها بضوافري كده، واول ما اكون خلاص شفت الشمس وهطلع اروح مولع سيجارة واقع في الحفرة تاني. الغريب في الموضوع ان لما بولع اول سيجارة بعد اسبوع او اتنين تبطيل بلاقي طعمها وحش جدا، وعند اللحظة دي بسأل نفسي: هو انا ليه بعمل كده؟ ولا انا ليه بدخن من الاساس؟ مفيش حد من المدخنين مهما كان بيعشق التدخين مش عايز يبطل، ولو سالته لو رجع بيك الزمن وعرفت المعلومات دي هتدخن تاني؟ هيقول لك طبعا لا. ممكن حد منكم يقول لي اه هدخن برضه عادي، هقول له تمام. بالنسبه لاولادك او حد انت بتحبه جدا لو حب ياخد نصيحتك هتقول له دخن؟ مفيش حد على وش الارض هتكون اجابته فورا بعد السؤال ده غير طبعا لا. المدخن بيحس انه في شبح مسيطر عليه، في الاول بيقول الموضوع سهل اقدر ابطل اي وقت، لكن مع الوقت بيحس انه في حاجه في السيجاره لازم ياخدها منها عشان يعرف يستمتع بحياته. المشكله مش انه نعرف اسباب ان تبطيل التدخين سهله، اللي لازم نعرفه انه ليه تبطيل التدخين صعب من الاساس. ليه المدخن بيدخن؟ ليه 60% من سكان كوكب الأرض بيدخنوا؟ الموضوع أكيد سر كل اللي بيدخنوا عارفين إن التدخين ممل ومضيع للوقت والفلوس، لكن بيلاقوا صعوبة جدا في تبطيله. في دراسة أثبتت إن الشخص اللي بيدخن 20 سيجارة بس في اليوم لو دخن لمدة 30 سنة كده هو هيصرف حوالي 50,000 يورو. شوف انت بقى فرق العملة هيعمل قد ايه. عارف لو رمينا الفلوس دي في الزبالة او في مواشير الصرف الصحي هيكون اهون، لانه مش بس التدخين بيخليك ترمي لا يقل عن 1,000,000 جنيه، ده بيخليك تملى نفسك بالكحة ورئتك بمادة القطران وزورك ومناخيرك بالبلغم وعضلاتك بيحرمها من الاكسجين، واسنانك مش بس بيدمر شكلها ويخليك مش عارف تضحك كده، عشان طبعا مش هتعرف تضحك عشان محدش يشوف صفار السنان وبهدلتها، لا ده كمان مش بيخليك تعرف تاكل حتة جاتوه باستمتاع كده من السوس اللي فيها بسببه، وبيتك بيملاه بالريحة الوحشة وهدومك بيحرقها وعربيتك بتتملي رماد سجاير وبقع حرق من السجاير، وممكن جدا وانت سايق تقع السجارة في حجرك. وشوف بقى اللي هيحصل. باختصار حياة مليانة عبودية مهينة وصريحة للسجارة. ايه الهواية المشؤومة دي اللي تخلينا لما نعملها نتمنى ما نعملهاش ونوقفها، ولما نوقفها او ما نعملهاش
نرجع نشتغلها. ممكن تكون بتقول تمام كل ده عارفه، لكن ليه الموضوع صعب للدرجة دي؟ هقولك إن في ناس بتقول بسبب أعراض الانسحاب، وفي ناس عاشوا ودخنوا وبطلوا للأبد ومحسوش بحاجة اسمها أعراض انسحاب من أساس، لأنه مش هيروين، التدخين مش هيروين. في ناس تانية بتقول إن التدخين ممتع. هقولك على طول هي شيء مقرف جدا مش ممتع، بدليل بسيط جدا. لو بتشرب نوع معين من السجاير وخلص او ما لقيتش النوع ده متوفر في المحل، هل هتبطل لحد ما يتوفر النوع ده؟ اكيد لا، لان المدخن اهون عليه انه يولع حتة خشبة يدخنها او حتى حبل يدخنه عن انه يوقف. الموضوع ملوش علاقة بالمتعة. في بقى نوع مخترع زمانه كده وفيلسوف عصره بيقول انه الموضوع زي تعلق البيبي بصدر امه وبيرفض انه يتفضل. ردي عليها هيكون يا فيلسوف عصرك الموضوع مش كده نهائي، لانه لو ركزت معظم اللي بيبداوا يدخنوا عشان يحسوا برجولتهم انهم كبار، والبنات عشان تحس انها متحضره ومستقله كده وتمام. لو جبت بزازه ومشيت بيها في الشارع الموضوع هيكون محرج وملوش علاقه بالمتعه خالص. صدقني لو التدخين ليه علاقه بالرجوله، حط السيجاره في ودنك اهون من انك تحطها في بقك وتسحب منها دخان يخش يخلي رئتك زي الاسفلت بالظبط. في كمان ناس هتقول الموضوع ليه علاقة بإيدي، إني لازم أشغلها بحاجة. هقول له ببساطة طب خلي السيجارة في إيدك من غير ما تولعها. الكاتب وضح وقال لما كان بيدخن لمدة 33 سنة كان بيقول إن التدخين بيخليه يعني يسترخي كده ويهدى بعد يوم شغل طويل أو جدال طويل مع حد مش لطيف، ومهما صرف فلوس أو تعب مش هيعوز بديل لأنه عايز يحس بالراحة والاسترخاء الجميل ده. في ناس مش عايزة اتكلم عليهم كتير بيدخنوا عشان صحابهم بيدخنوا، يعني لو صحابهم انتحروا مثلا هينتحروا عادي. اخيرا مفيش غير تفسير منطقي هو ان التدخين عادة، صح؟ مفيش غير ان التدخين هو عادة، اكيد هتقولوا كلكم كده صح؟ احب اقول لكم انه غلط، التدخين مش عادة نهائي. تعالوا نشوف مثلا السواقة في بريطانيا، مش بيكون مكان السواقة على اليمين؟ دي عادة اهو. لو جيت تسوق في دولة غير بريطانيا مكان السواقة على الشمال، أسبوع أسبوعين هتتعود، بالرغم إن كانت عادة تسوق على اليمين في بريطانيا. ولو ركزت وفكرت أكتر هتلاقي سبب إنه بنكتسب عادات كتير قوي في حياتنا وبنكسرها وبنغيرها عادي جدا. إنك تغير عادة عادي جدا، مش عادي، مش صعب خالص. ليه طيب مش عارفين نكسر عادة طعمها وحش وبتمرضنا وبتخسرنا حتى إننا نشم وردة جوري ريحتها كده تفرح وحتى تشرح القلب؟ وليه بنحرق فلوسنا ونسيبها تقتلنا بالبطيء؟ ليه بنسيب التدخين يقتلنا بالبطيء بالمنظر ده؟ ببساطة يا حبايبي التدخين مش عادة، التدخين إدمان للنيكوتين. ده السبب اللي بيخلي أي مدخن يوهم نفسه كل الأوهام اللي قلناها دي، وإنه يستبعد إنه مدمن لمادة اسمها مادة النيكوتين، زي إدمان المخدرات بالظبط. أول ما تتخلص من إدمان النيكوتين هتسأل نفسك، هو فعلا كان الموضوع محتاج كل الوقت ده عشان أبطل؟ وليه ما قدرتش أقنع اللي بيدخنوا إن الحياة من غير تدخين ممتعة أكتر بكتير جدا من وجوده فيها؟ يلا بينا على السؤال التاني، هل التدخين مصيدة؟ قبل ما أجاوب هقولك إن التدخين أشد الحيل ذكاء وسرية اللي أنتجتها الطبيعة وطورها الإنسان. المصيدة فكرتها ببساطة إنه يكون فيها طعم، يعني أو يكون فيها طعم، يكون فيها طعم يعني لما نعوز نصطاد سمكة مثلا بنحط لها طعم عشان يشدها للسنارة وتاكله. الطعم طبعا لازم يكون حاجة السمكة بتحبها، حتة جمبري مثلا، أو لو هنصطاد فار نحط له حاجة بيحبها زي حتة جبنة وهكذا. تيجي للتدخين هتلاقي إن كل اللي بيدخنوا بيحذروك إنك تدخن ويقولوا لك ما تدخنش. محدش هيقولك ان التدخين في البداية بيكون طعمه حلو ابدا، لانه لو فكرت في اول سيجارة هتلاقي انك دخت وتعبت جدا وما قدرتش تقف كده، وكان شعور ملهوش علاقة بالمتعة نهائي. كان طعم الدخان مقرف جدا وخلاك تكح كحة طويلة ما فيهاش اي متعة برضه. وهنا تيجي فكرة انه اخطر انواع الحيل واشدها ذكاء ومكر وخداع اللي عملها الإنسان على مر التاريخ، لأنه ببساطة لو كان طعمها حلو
كان كله هيوقف تدخين فورا، وهيفهم ليه كله بيقضي عمره وصحته وفلوسه عشان يقتل نفسه بالتدخين. هيكون في سبب انه نفهم ليه الناس بتقتل نفسها. انما لما يكون طعمه وحش ويخلينا نحس الاحاسيس الوحشه دي كلها من البدايه، هنقول لا 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 لا، ده الموضوع بسيط جدا، ادمان ايه بس، انا اقدر ابطل تدخين في اي وقت. التدخين بيسحبك ليه في بدايته عن طريق انه ما بيحققلكش هدفك. يعني لما تدوخ وتكح هتتضايق انك المفروض راجل، ما يحصلش معاك كده، ولازم تحس برجولتك وما تكحش. والبنت هتتضايق اكتر برضو، انها المفروض لما تسحب نفس خفيف كده تكون رقيقه كده وتطلعه بكل رقه وتحضر. كله في البدايه بيقول انا هثبت لنفسي اني راجل وما بكحش بسبب السيجاره التافهه دي. والبنت بتقول هثبت لنفسي اني رقيقه، واول ما يحصل ده نقدر نبطل طبعا، لانه ما فيهاش اي ميزه وطعمها وحش. مع الايام وبالتدريج والانفاس اللي بتاخدها نفس ورا التاني، وكل نفس يكون اعمق من اللي قبله عشان ما نكحش ونتاكد اننا هزمناه، يكون النيكوتين بيتسرب جوه الجسم ومنع افراز النيكوتين الطبيعي جوه المخ، وخلى مصدر النيكوتين بدل ما هو الدماغ يكون مصدر خارجي. ومش كده وبس، خلال الايام دي نبدا نحس ان التدخين بيحسسنا بتخفيف التوتر والقلق، وده بيكون بديهي في البداية، لأنه مع كل نفس بنكون قلقانين نكح، ولما مش بنكح بنهدى ونرتاح ونكون فاكرين إنه هدينا بسبب السيجارة. لما نيجي بقى نبطل نلاقي إنه أعراض انسحاب النيكوتين بدأت تظهر، فيرجع التوتر أو يزيد، فنحس إنه فين السيجارة اللي كانت بتهدينا من غير ما ننتبه إنه ده نيكوتين مش توتر نهائي. الموضوع شبهه مؤلف الكتاب انه متاهه المدخن بيكون فيها وبيحاول يهرب منها. متاهه مليانه الغاز، ولكن زي اي لغز لو حليته وعرفت اسراره وفهمته هيكون سهل جدا عليك اللغز ده. اللغز ده خد من المؤلف 33 سنه تدخين عشان يحله ويقدمه لنا هديه على طبق من ذهب. نيجي للسؤال رقم 3، السؤال المهم جدا، ليه بنستمر في التدخين؟ في اسباب كتير فرعية وغبية، لكن الأسباب الرئيسية هما 2: 1 بسبب الضغوطات النفسية، 2 بسبب المناسبات الاجتماعية. والسبب الحقيقي بقى مفيش مدخن يعرفه، لأنه ببساطة لو عرفه كان بطل. إنما اللغز اتحل، اتعرف سبب التدخين الحقيقي، وهو إنه السبب خليط غامض من عاملين، وهما 1 إدمان النيكوتين، 2 غسيل المخ. تعالى نتكلم بالتفصيل عن إدمان النيكوتين ونجاوب على السؤال الرابع برضه، هل التدخين إدمان؟ النيكوتين هو عبارة عن مركب كيميائي زيتي عديم اللون، وهو المسؤول عن إدمان التدخين. يعتبر النيكوتين أسرع عقار إدماني على وش الأرض، وأكتر من أي مخدر معروف بالنسبة للبشر. عشان تدمنه مش محتاج غير سيجارة واحدة بس. طريقة عمله إن الرئة بتمتصه وتوصله للمخ، والعملية دي سرعتها أكبر من سرعة الهيروين اللي بتحين في الوريد. ولو كانت السيجارة الواحدة بتخلص في 20 نفس مثلا، ده معناه إنك بتاخد 20 جرعة من النيكوتين كل سيجارة. مستوى النيكوتين بعد السيجارة بنص ساعة بينزل للنص في الدم، وبعد ساعة بيوصل للربع. عشان كده لو لاحظت هتلاقي معظم المدخنين بيشربوا علبة في اليوم، يعني 20 سيجارة. ده بسبب ان كل ساعة مستوى النيكوتين بيكون الربع، وده معناه ان هما بيحتاجوا جرعة النيكوتين فيروحهم مولعين سيجارة. طيب تعالوا نشوف اعراض الانسحاب، هل هي تستحق الخوف اللي بيحسه المدخن؟ الدراسة اثبتت على 99% من اللي بطلوا التدخين انهم ما حسوش بحاجة اسمها اعراض انسحاب نهائي، ده مجرد وهم. الموضوع ببساطة هو احساس بانه حاجة ناقصة وعدم استقرار وفراغ. وإذا زادت مدة الحرمان من النيكوتين يحس المدخن إنه عنده اكتئاب ويكون عصبي وانفعاله يزيد. الأحاسيس دي كلها بتكون شبيهة بالجوع، ولكن مش جوع بسبب الأكل، ده جوع اسمه جوع النيكوتين. والموضوع مش بياخد غير 7 ثواني، 7 ثواني بس، أول ما يولع سيجارة ويوصل النيكوتين تاني للمخ يبدأ في اللحظة دي يحس بالاسترخاء والثقة اللي بيديها التدخين للمدخن. طبعا الفكرة هنا ان التدخين مش بيدي ثقة ولا احساس بالاسترخاء نهائي، هو بس لما الجسم لقى مصدر خارجي للنيكوتين من بره وقف افراز النيكوتين الطبيعي، وبالتالي
لما بنبطل بنحس بالحاجة للتدخين تاني. الإحساس بيكون شبه إنه في حنفية جوانا بتنقط مية، إحساس مزعج بس، ولكن عمره ما يتقال عليه أعراض انسحاب أبدا. أعراض الانسحاب هي اللي بيتعرض لها اللي بيدمن الهيروين، دي فعلا أعراض انسحاب. التدخين ببساطة أشبه بواحد بيلبس شوز ضيق قوي على رجليه عشان لما يقلعه يحس بالراحة، أو أشبه إن حد يفضل يضرب دماغه في الحيطة عشان لما يبطل ضرب دماغه في الحيطة يحس بالراحة. المدخنين مش بيشوفوا كده عشان 3 أسباب رئيسية. 1، من ساعة ما اتولدنا واحنا بيتصدر لنا أفكار إن المدخنين بيحسوا بالراحة والاسترخاء وهما بيدخنوا. 2، بسبب إن إحساس الشوق للتدخين مش بيكون سببه ألم أو شيء مادي، وبيكون فقط عبارة عن إحساس بالفراغ والتوتر، فبنحس إنه ده شيء طبيعي إنه نشتاق ندخن. 3، التدخين بيعكس الأمور، يعني إحساس الفراغ والتوتر والعصبية دي أحاسيس كلها سببها التدخين نفسه، والمواضيع المعكوسة دي هي اللي بتخلي إدمان أي مخدر صعب تبطيله. أفضل طريقة عشان تفهم طريقة عمل مصادر التدخين إنك تقارنها بالأكل. هتلاقي الأكل لما بتتحرم منه بتحس بشوق ليه، برغم إنه مش بيكون فيه ألم ولا حاجة من الجوع للأكل، برغم الشبه الكبير بين جوع الأكل وجوع النيكوتين، إلا إنهم في نفس الوقت ضد بعض تماما. التناقض ده يتلخص في 3 أمور. 1، أنت بتاكل عشان تكبر وتعيش وعمرك يطول، إنما التدخين بيعجل بموتك، بل بيخلي موتك مؤلم جدا. 2، الأكل متعة ولذة، الواحد وهو بياكل أي أكلة بيحبها بيكون فعلا مبسوط جدا، إنما التدخين عبارة عن نفس خبيث وريحة كريهة وإحساس بالخنقة طول العمر. 3، ودي نقطة عجبتني جدا، وهي إنه الأكل مش بيسبب الجوع، بل بالعكس الأكل بيقضي على الجوع، إنما التدخين بيسبب زيادة، التدخين بيسبب زيادة نسبة الجوع للنيكوتين. وبالتدريج بدل ما كنت تشرب 20 سيجارة في اليوم، تلاقي نفسك بتزود كمية السجاير عشان تغطي الكمية اللي الجسم محتاجها من النيكوتين. تقدر تلاحظ دلوقتي ملاحظة جميلة جدا، وهي إنه تفهم الخرافة اللي الناس بتعتقدها إن التدخين عادة. هسألك سؤال، هل الأكل عادة؟ لو حد فاكر إن الأكل عادة، حاول توقف أكل، لأنه العادة تقدر تبطلها عادي. طيب هل التنفس عادة؟ أكيد مش عادة، لأنه أهم سبب للحياة. التدخين هو مجرد إدمان لمخدر اسمه النيكوتين، وحش صغير بيعيش في جسم الإنسان، وحش صغير كده عايش في جسم الإنسان المدخن، ويخليه طول عمره حاسس إنه لازم يغذي الوحش ده بالتدخين. والوحش ده بيلعب على 4 عوامل أو 4 أمور مضادة لبعضها، اللي هي التوتر والاسترخاء، الملل، والتركيز. نروح للسؤال الخامس والأخير في المحاضرة دي، وهو هل التدخين ليه علاقة بغسيل المخ والعقل الباطن؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف مدى قوة العقل الباطن بين قوسين كده الشريك النائم. بالرغم من اننا بشر واذكياء ومفروض نكون مسيطرين على احداث حياتنا، الا انه في الواقع 10% بس من حياتنا الظاهرية هي الحقيقة، انما 90% الباقيين عبارة عن عقل باطن وميول جاية من العقل الباطن ونتيجة للمجتمع اللي عشنا فيه وحياتنا الاسرية. لو ما وضحتش الصورة قوي هوضحها لك اكتر. الناس اللي شغالين في الدعاية والإعلان عارفين كويس قوي تأثير الإيحاء والإقناع على عقل الباطن، عشان كده تلاقي يوفط الدعاية اللي تصدم العين وتجذبها ليها وانت بتسوق عربيتك أو في التلفزيون أو في المجلات أو في الجرايد أو حتى على النت، وياريت الموضوع لحد كده وبس. لأ، من وإحنا أطفال كنا بنشوف أي بطل في فيلم كرتون كان لازم يكون بيدخن، زي باباي مثلا أو أي شخصية تانية. ولما كبرنا بنشوف في الافلام انه اي حد هيتعدم مثلا اخر طلب ليه بيكون سيجاره. بطل الفيلم برضو لما ينتصر على اعدائه كده وخلاص الفيلم هينتهي يروح قاعد ومولع سيجاره، لما حد يتعب من اي شغل في الفيلم يروح مولع سيجاره برضو. ده ما افتكرش نهائي انه مجرد صدفه، ده دعايه صريحه وخدعه مكاره لسم يعتبر اقوى واذكى سم الانسان صنعه في التاريخ. تفتكرش في أذكى من إنك تخلي حد يقتل نفسه بنفسه، وفي نفس الوقت ما يكونش مقتنع إنه بيقتل نفسه، وفي نفس ذات الوقت برضه
بيشتري المود ده بفلوس، واللي يحسسك انه اللي بيصنعوا السجاير بيستهزئوا بينا اكتر، تلاقيهم حاطين جملة احذر التدخين مضر بالصحة ويسبب السرطان وانسداد الشرايين، وتلاقيهم حاطين لك صورة كده درامية قال يعني هم كده حذروك وعملوا اللي عليهم ونفسهم تبطل. لو الحكومات فعلا عايزة تحذر الناس من التدخين هتعرف ازاي كويس قوي تمنعه، لكن لما يكون بيدخل حوالي 8 مليار جنيه استرليني لدولة زي بريطانيا من جيوب المدخنين، ساعتها هتعرف انه محدش عايزك تبطل. صورة تانية من صور غسيل المخ انه بتلاقي نسبة كبيرة قوي حوالينا بيدخنوا، فبديهي تحس انه في حاجة ناقصانا، مش معقول كل العلماء والعباقرة دول اللي بيدخنوا على الفاضي، اكيد في حاجة مميزة في التدخين خلتهم يقعوا فيه. الحقيقة بقى انه ما بيكونش في حاجة مميزة في التدخين، والغير مدخن بيتحرم منها ابدا، مفيش حاجة الغير مدخن بيتحرم منها. المحروم الحقيقي هو المدخن نفسه، لانه بيتحرم من حاجات كتيرة جدا زي الصحة، الطاقة، المال، راحة البال، الثقة، الشجاعة، احترام الذات، السعادة، الحرية. ايه بقى المكاسب قصاد الحرمان ده كله؟ ايه بقى المكاسب قصاد الحاجات اللي بنتحرم منها دي كلها كمدخنين؟ لا شيء على الإطلاق ما عدا الوهم بأن السيجارة بتسبب الاسترخاء، وده زي ما شرحنا بسبب نقص النيكوتين وغسيل المخ فقط لا غير. كده نكون خلصنا الخمس أسئلة بتوع المحرم، ومكملين معاكم بإذن الله في فيديوهات جاية، وأتمنى من ربنا أكون بفيدكم، وأتمنى من ربنا أن أكون بساهم معاكم تدريجيا في إن احنا نتخلص من السم القوي جدا ده. أشوفكم على خير، في رعاية الله.